إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. صناع عمان سوف يوفر ورشة عمل متاحة للجميع. كانت فكرتنا عبارة عن منصة ذكية تحل عدة مشكلات. الفكرة الأساسية من البرنامج هو تنمية شخصية التلميذ المبتكر. حوار مع باحث، نبني بخطى ثابتة، منظومة متكاملة للبحث العلمي والابتكار في السلطنة، منسجمة مع التوجهات العالمية، ونتيح للباحثين مجالات متعددة من التطوير والابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث. حوار مع بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى مشوار بحثي علمي متجدد من برنامجكم حوار مع باحث، دراسة بحثية عمانية ممولة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة، عنوانها تأثير بيئة ومخرجات العمل في القطاع الصحي على جودة رعاية المرضى في سلطنة عمان. فما هي عينة هذه الدراسة البحثية وأهدافها وآلية تنفيذها وما أهم نتائجها؟ نجيب على كل هذه الأسئلة في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. دراسة بحثية تحدد مؤشرات الجودة للتقييم والتطوير الدوري في القطاع الصحي بعنوان تأثير بيئة ومخرجات العمل في القطاع الصحي على جودة رعاية المرضى في سلطنة عمان. نعرفكم على تفاصيل هذه الدراسة البحثية من خلال الباحث الرئيسي الدكتور سليمان بن داود السابعي، وهو أستاذ مشارك بكلية التمريض ومساعد عميد عمادة البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس. أهلا ومرحبا بكم دكتور معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث. أهلا ومرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة. حياكم الله دكتور. دكتور، ما أهم أهداف الدراسة التي تسعون إلى تحقيقها؟ هذه الدراسة اشتملت على 4 أهداف. الهدف الأول وهو تقييم بيئة العمل من وجهة نظر الممرضين العاملين في القطاعين، القطاع الحكومي والقطاع الخاص. والهدف الثاني كان تقييم بعض المؤشرات الإدارية التي تعكس مخرجات التمريض، واشتملت هذه المؤشرات على مدى الرضا الوظيفي، الإرهاق أو ما يعرف بالاحتراق الوظيفي، مدى الضغط والتوتر النفسي، والرغبة في تغيير مجال العمل، وكذلك مدى وجود بيئة عمل محفزة. والهدف الثالث كان تقييم مؤشرات جودة سلامة المرضى. والهدف الرابع كان دراسة العلاقة بين هذه المتغيرات، بمعنى آخر لأي مدى تؤثر بيئة العمل
على المؤشرات الإدارية وعلى مؤشرات جودة سلامة المرضى. نعم، إذن يعني معرفة مواصفات بيئة العمل التي تزيد من مدى الرضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع الصحي، لا سيما مع الضغط الكبير على القطاع الصحي، هو ما هدفتم إليه من خلال هذه الدراسة، واحد من هذه الأهداف. الآن ما الآلية التي اعتمدتم عليها في تنفيذ هذه الدراسة والعينة التي شملتها الدراسة؟ سؤال جميل. الآلية هذه اعتمدت على نظام أسلوب البحث المسحي القطعي، واشتملت على جزئين، على المستشفيات الخاصة والمستشفيات الحكومية. وراعينا أن يكون هنالك يعني تغطية للمستشفيات الموجودة في مختلف محافظات السلطنة. فالعينة اشتملت على 21 مستشفى موزعة، 14 مستشفى من القطاع الحكومي و7 مستشفيات من القطاع الخاص. اشتملت العينة على 3 فئات: الفئة الأولى الممرضين، وكان عددهم 2113 ممرضا، 58% من الممرضين كانوا غير عمانيين، و42% كانوا عمانيين. الفئة الثانية كانت من الأطباء، 348 طبيبا، طبعا 91 منهم كانوا عمانيين، أي بنسبة 38%. أيضا اشتملت على عينة أخرى وهي المرضى، وكان عددهم 1800 مريض. نعم. طيب، يعني ما أهمية أن تتعرفوا في هذه الدراسة على مدى الرضا الوظيفي لدى العاملين في القطاع الصحي، وما هي مواصفات بيئة العمل، وكيف من الممكن تقليل نسبة الإرهاق الوظيفي ونحفز العمل بروح الفريق الواحد؟ يعني ما أهمية الدراسة إذا ما عرفتم أسباب وأهداف وأجبتم على هذه الأسئلة دكتور؟ حقيقة هذا سؤال يعني جدا مهم. معرفة أهمية ذلك تكمن في النقاط الآتية. النقطة الأولى، كلما كانت بيئة العمل محفزة وتتسم بروح العمل بالفريق الواحد وتحتوي على العدد الكافي واللازم من الكادر ومن الموارد البشرية والموارد يعني الأخرى، كلما ساهم ذلك في توفير رعاية طبية وجودة أفضل. فأشارت البحوث على سبيل المثال، إذا أخذنا سلامة المرضى، أن المرضى الذين يتم رعايتهم في مستشفيات يوجد فيها عدد كافي من الطاقم الصحي، ويوجد بينهم كذلك تعاون قائم، وتوجد هناك دورات تدريبية للطاقم الذي يوفر رعاية، كانت سلامة المرضى في هذه المستشفيات أفضل، وبالتالي جودة الرعاية المقدمة أفضل. فبالتالي طبيعة بيئة العمل تنعكس على فئتين، تنعكس على يعني العاملين أنفسهم بزيارة رضاهم الوظيفي، تقديم رعاية أفضل والرغبة كذلك في التطوير، وتنعكس كذلك على متلقي هذه الخدمة وهم المرضى، بما يعني يؤدي إلى تقديم رعاية وجودة أفضل. الجزء الآخر، عندما نتعرف على بيئة العمل نحن نستطيع أن نتعرف خلالها على الجوانب التي بالفعل هي بحاجة إلى تطوير، والجوانب الأخرى التي هي بحاجة إلى تعزيز. ففي هذه الدراسة يعني نحن نظرنا في بيئة العمل إلى عدة معطيات. المعطيات هذه كانت مقسمة على 5 فئات. الفئة الأولى، مدى مساهمة وإشراك العاملين بالقطاع الصحي في رسم أهداف المؤسسة الصحية وصنع القرارات. المعيار الثاني، مدى رضا العاملين عن برامج التطوير الوظيفي التي تعنى بإكسابهم المعرفة والمهارة اللازمة لتعزيز جودة الرعاية المقدمة. والمعيار الثالث، الدعم الإداري. والمعيار الرابع، كفاية الموارد البشرية والمادية. والمعيار الخامس كان طبيعة العلاقات المهنية بين الممرضين والأطباء. فمن خلال هذه المعايير استطعنا أن نصل إلى مجموعة من المؤشرات التي ممكن أن نستفيد منها في المستقبل من أجل تعزيز المنظومة الصحية الموجودة حاليا في السلطنة. نعم. طيب، إذا ما أردنا أن نقف على أهم النتائج التي توصلتم إليها في مشروعكم البحثي دكتور. نعم، النتائج الآن ننظر إلى الجزء الأول، الشق الأول، وهو تأثير جودة بيئة العمل على مخرجات العمل للطاقم التمريضي وأيضا للأطباء. والشق الثاني، علاقة هذه بيئة العمل بسلامة المرضى. دعنا في البداية مثلا نتحدث عن الجزء الأول، تأثير جودة بيئة العمل على المخرجات. المخرجات
اشتملت على الرضا الوظيفي، الإرهاق والاحتراق الوظيفي، مدى الضغط والتوتر النفسي، والرغبة في تغيير مجال العمل، وكذلك مدى وجود بيئة عمل محفزة. أوضحت الدراسة وجود علاقة إيجابية بين بيئة العمل، ونقصد بها هنا البيئة الداعمة الملائمة، وبين مخرجات التمريض. على سبيل المثال، وجدنا أن العمل في بيئة تتسم بوجود تعاون بين أفراد الطاقم الصحي، ووجود عدد مناسب وملائم من الموظفين، ووجود برنامج يعني ممنهج يعنى بتطوير الكفايات اللازمة للممرضين، أدى ذلك إلى زيادة الرضا الوظيفي، تقليل الإرهاق والتوتر النفسي، تقليل الرغبة في تغيير مكان العمل، كما ساهم في خلق بيئة محفزة للعمل. الجزء الثاني أيضا نظرنا، هذا فيما يتعلق بالجزء الأول بالممرضين، أيضا نظرنا فيما يتعلق بالأطباء. كذلك الأطباء وجدنا أن يعني الأطباء تم دراسة الرضا الوظيفي لديهم، صنفنا على أنه منخفض ومتوسط وعالي. أوضحت النتائج أن 5% وصفوا هذا الرضا الوظيفي بأنه منخفض، 40% متوسط، و 55% وصفوا بأنهم راضين عن الرضا الوظيفي وأعطوه التصنيف العالي. وعندما تم التطرق إلى الجزئيات وجدنا أن أكثر نسبة من الرضا الوظيفي كانت عن جودة الرعاية المقدمة، وأقل نسبة كانت تعنى بالعلاقة والدعم الإداري وأعداد الكادر الطبي في المستشفيات. هذا فيما يتعلق بالشق الأول. الشق الثاني الذي كان يعنى بسلامة المرضى ومدى علاقة ذلك ببيئة العمل. الآن سلامة المرضى وجودة الرعاية المقدمة احنا قيمناها بأداتين. الأداة الأولى استمارة وعي المرضى بحقوقهم ورضاهم عن جودة الرعاية، وهذه اشتملت على 22 بندا، وكانت النتيجة أنه كلما كانت بيئة العمل ملائمة كلما أدى ذلك إلى توفير أعلى معايير الجودة للمرضى. الأداة الثانية استخدمنا بعض المؤشرات، على سبيل المثال سقوط أعداد سقوط المرضى في المستشفيات، مدة مكوث المرضى في المستشفيات، انتشار الأمراض البكتيرية والفيروسية خلال فترة التنويم، وتكون التقرحات. أيضا النتائج أوضحت وجود علاقة عكسية، كلما كان الطاقم الصحي يعمل في بيئة عمل داعمة وتتسم بوجود تعاون بين مختلف أعضاء الفريق البحثي، كلما أدى ذلك إلى وجود مؤشرات خطر أقل. هذه كانت بشكل عام يعني أغلب النتائج. طبعا في نتائج أخرى، يعني عندما تنظر أيضا إلى العينة، العينة فيها ممرضين من الحكومة وأيضا ممرضين من العاملين في القطاع الخاص. عندما ننظر إلى تقييم الرضا الوظيفي العام بشكل عام، يعني 81% من العاملين في القطاع الحكومي صنفوه على أساس أنه جيد أو جيد جدا، بينما 97% من العاملين في القطاع الخاص صنفوا على أساس أنه جيد أو جيد جدا. فإذا نجد في القطاع الخاص هنالك تقييم أفضل للرضا الوظيفي. نعم. بالنسبة للرضا عن بيئة العمل، 97.6% من العاملين في القطاع الحكومي صنفوها على أساس أنها جيدة، بينما 100% من العاملين في القطاع الخاص صنفوها على أساس أنها جيدة. ففي القطاع الخاص أكثر. نعم. طبعا هذا أيضا يقودك إلى سؤال آخر، أن ما هي طبيعة العينة المختارة؟ صحيح. العينة اشتملت على العمانيين وعلى غير العمانيين. ممتاز. فيعني أغلب المشاركين من القطاع الخاص نسبة 99.9% هم من غير العمانيين. فبالتالي أيضا في نتائج، يعني لو نظرنا إلى بعض النتائج، النتيجة الأولى وهي مثلا الإرهاق والاحتراق الوظيفي، وهذه حقيقة يعني من ضمن المؤشرات التي لها صدى واسع وكبير في الوقت الحالي على المستوى العالمي، الاحتراق الوظيفي وما يعرف اصطلاحا بالجوب بيرن اوت. طبعا يصنف على أنه متوسط منخفض أو عالي، ونحن قسنا عن طريق أداة تعرف باسم ماسلاتش بيرن اوت انفنتوري، وهي من أدوات مستخدمة عالميا في هذا المجال. عندما نرجع الآن إلى السؤال، النتائج فيما يتعلق العماني وغير العماني، 78% من العمانيين وضحوا أن لديهم احتراق وظيفي عالي، بينما 51% من غير العمانيين وضحوا أن لديهم احتراق وظيفي عالي. فإذا نسبة الاحتراق الوظيفي العالي هي موجودة عند العمانيين أكثر منهم عند غير العمانيين. هو إجمالا دكتور، يعني ما أثبتتموه من نتائج خلال هذه
الدراسة البحثية واستعرضتها يعني توضح أن كلما كانت بيئة العمل مناسبة وتتسم بوجود عدد مناسب من الممرضين في كل قسم ووجود دعم من الإدارة وآلية واضحة للتطوير المهني للموظفين وبرامج تسهم في تنمية مهارات العمل الجماعي، ارتبط ذلك بتناقص في حالات الأخطاء الطبية الدوائية وتقليل فترة مكوث المرضى في المستشفى وتقليل نسبة انتشار الالتهابات الفيروسية والبكتيرية. وهذا في المجمل ما نرجوه. أنا أرجو لك مزيدا من التوفيق إن شاء الله، وأشكرك على هذا الاستعراض الطيب حول هذه الدراسة البحثية. شكرا لكم دكتور. الله يبارك فيك، وشكرا لكم على الاستضافة وتسليط الضوء على أهمية البحوث العلمية في تنظيم المنظومة الصحية في السلطنة. شكرا للدكتور سليمان بن داود السابعي، أستاذ مشارك بكلية التمريض، مساعد عميد عمادة البحث العلمي بجامعة السلطان قابوس، صاحب الدراسة البحثية تأثير بيئة ومخرجات العمل في القطاع الصحي على جودة رعاية المرضى في سلطنة عمان، والباحث الرئيسي في هذه الدراسة البحثية تحديدا. والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة. لقاء آخر، بحث علمي متجدد وحوار مع باحث في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.